الوضع في تعز كما هو، حرب على الحرب. ما أن يحاول مقاتل ميليشيا المخلوع صالح والحوثي مهاجمة مواقع الجيش الوطني والمقاومة حتى يقابل بصد عنيف، وفي لحظات حاسمة يتحول الدفاع إلى هجوم وتحرير. خلال الساعات الماضية شهدت منطقة مدرات إلى الغرب من مدينة تعز اشتباكات عنيفة تمكنت خلالها المقاومة من صد هجوم للميليشيا في تلك المنطقة، وهجمات أخرى في محيط جبل هان وفي الصياح بمنطقة الضباب، ودارت معارك مماثلة في حي الزنوج بشمال المدينة. وفي الجنوب الشرقي من المدينة دارت معارك عنيفة إثر هجوم شنته الميليشيا بغية السيطرة على مواقع كانت المقاومة قد حررتها في وقت سابق، وخصوصا في منطقتي حسنات وصالة. ونتج عن مواجهات الساعات الأخيرة في تعز سقوط أكثر من 12 بين قتيل وجريح في صفوف الميليشيا، فيما أصيب 4 من رجال المقاومة. القصف العشوائي الذي أطال أحياء المدينة لم يتوقف طيلة الساعات الماضية، وتركز على أحياء ثعبات وصبر وقلعة القاهرة، كما طال القصف مناطق عدة في ريف تعز بينها الشقب والأقروض ومقبنة والصل والأحكوم، دون أن تتوفر معلومات فورية بشأن الضحايا. طيران التحالف العربي من جهته نفذ غارة جوية على مواقع للميليشيا في جبل أومان إلى الشمال من مدينة تعز، حيث تتمركز دبابات تابعة لقوات المخلوع صالح والحوثي وتقوم بقصف المدينة منذ أكثر من عام ونصف.